والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف لينة لذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها وللاتحاد فاعرفي.